شنو هذا؟ صاير؟ قاعد أعلم عيالك شنو صار معي بالشركة اليوم. هذا دفتر الواجبات. ليش تسوين فيه كذي؟ حرام عليك! تعرفين اللي فيه؟ ليش تسوين كذي؟ حرام! أنت اللي حرام عليك! أنت اللي حرام عليك! حرام اللي قاعد تسوونه فيني! عيالك انتفوا وشغل 4 أشهر من مخططات بيانية! وأنت زعلان على دفتر واحد زائد واحد! لا تجنيني! بس هما مو قاصدين! أنت قاصدة تسوين كذي؟ هذا تعبي تدريسي! أنا تعبت! ليش تسوين فيني كذي؟ أقول لك شيء؟ تدرين أنا صار لي كم يوم ما أنا معدل لأن اليهال قاعد ينامون بغرفتي؟ تدرين إن أنا لما أتكلم بالتليفون أروح أدش بالحمام عشان أتكلم؟ تدريني أبدل بالحمام لأن ما أقدر هم قاعدين معاي بالغرفة يشوفوني؟ أبسط حقوقي إني أفكر على عمري الباب وأبكي ما أقدر ما أقدر!